السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم برياض ومدارس الوطن العربي. أولا يا أحبائي، سوف نقوم بمراجعة بعض الكلمات والحروف التي تم أخذها. أمامنا الآن بعض الصور: صورة خيار، وصورة قلم، وصورة ذرة. فلنتذكر معا يا أحبائي، كلمة خيار بحرف إخ، كلمة خيار بحرف إخ، كلمة قلم بحرف إق، كلمة قلم بحرف إق، كلمة ذرة بحرف إذ، كلمة ذرة بحرف إذ. بعد أن قمنا بمراجعة الحروف التي تم أخذها في الأسابيع الماضية، حرف الأخ وحرف الأق وحرف الأب، أريد منكم يا أحبائي الاستماع إلى هذه القصة الجميلة. الكاتب الصغير يحب كمال القراءة كثيرا. اشترك في المكتبة العامة وكان يزورها كل يوم سبت، وتجمع لديه معلومات كثيرة جعلته يفوز في المسابقات الثقافية دائما. اشترى له والده كتابا عن الأسماك، فدخل مكتبه وملأ كأسه بالماء النقي وفتح شباك الغرفة وجلس على الكرسي يفهم المعلومات ويستوعبها. أغلق كمال الكتاب وأمسك قلما وفتح دفتره وكتب فيه معلومات مفيدة. شارك فيها بمسابقة الكاتب الصغير وحصل على جائزة أفضل كاتب صغير. بعد أن استمعنا إلى هذه القصة الجميلة، أريد منكم الإجابة عن بعض هذه الأسئلة. ما اسم الكاتب الصغير بالقصة؟ اسمه كمال. ما اسم الكاتب؟ اسمه كمال. بماذا اشترك كمال؟ اشترك بالمكتبة العامة، اشترك بالمكتبة وفاز. بماذا فاز؟ فاز بالمسابقة الثقافية. عندما فاز كمال بالمسابقة الثقافية، ماذا اشترى له والده؟ اشترى له والده كتاب عن الأسماك. ماذا اشترى له؟ اشترى له كتاب عن الأسماك. أين جلس كمال؟ جلس كمال على الكرسي. أين جلس؟ على الكرسي. وماذا فتح؟ فتح الشباك. ماذا فتح؟ فتح الشباك. أحسنتم يا أحبائي. أريد منكم التركيز على بعض الكلمات التي وردت بالقصة: كتاب، كرسي، كرسي، كمال، كمال، مكتبة، مكتبة، شباك، شباك. جميع هذه الكلمات التي وردت بالقصة هي بحرف الكاف صوته إك، واسمه كاف صوته إك، كاف. الآن نريد أن نتعرف على ضيفنا وحرفنا الجديد. الكاف صوته إك، اسمه كاف وصوته إك، اسمه كاف وصوته إك. بعد أن تعرفنا على اسم حرفنا الجديد وتعرفنا على صوته، الآن نريد أن نقرأ صوته، نريد أن نقرأ حرفنا مع حروف المد الطويل والمد القصير.
أولا مع حروف المد الطويل ك كي كو. سوف نقرأ حرف الكاف صوته إك مع حروف المد الطويل. أولا كا كو كي كا كو كي. الآن مع المد القصير إك فتحة ك إك ضمة كو إك كسرة كي ك كو كي. بعد أن قرأنا حرفنا وضيفنا الإك مع المد الطويل ومع المد القصير، نريد أن نقرأ كلمات عن حرف الإك. الكلمة الأولى إك فتحة ك إك فتحة ك. ما ما ال كمان ك ما ال كمان. مرة أخرى ك ما ال كمان ك ما ال كمان. أما الكلمة الثانية عن حرف الإك إك كسرة كي إك كسرة كي. تا إب كتاب كي تا إب كتاب. مرة أخرى كي تا إب كتاب كي تا إب كتاب. أما الخطوة الأخيرة سوف نأتي الآن يا أحبائي إلى الخطوة الأخيرة، وهي كتابة حرف الكاف صوته إك. نبدأ أولا بإك بأول الكلمة، ثم إك بوسط الكلمة، ثم إك بآخر الكلمة. كتابة إك بأول الكلمة: نضع القلم على النقطة الأولى ونصل إلى النقطة الثانية بشكل مائل، ثم ننزل إلى السطر أيضا بشكل مائل ونعمل خط مستقيم على السطر. مرة أخرى إك بأول الكلمة: نضع القلم على النقطة الأولى، نصلها بالنقطة الثانية بشكل مائل، ثم ننزل أيضا بشكل مائل ونعمل خط مستقيم على السطر. مرة أخرى إك بأول الكلمة: نضع القلم على النقطة الأولى، نصلها بالنقطة الثانية بخط مائل، ونكمل أيضا خط مائل ومن ثم خط على السطر. إك بأول الكلمة، إك بأول الكلمة، إك بأول الكلمة، إك بأول الكلمة. نأتي الآن إلى إك بوسط الكلمة. أول خطوة نضع القلم على النقطة ونعمل خط مستقيم. النقطة الأولى نضع القلم على النقطة ونعمل خط مستقيم. مرة أخرى نضع القلم على النقطة الأولى ونعمل خط مستقيم. بعد أن قمنا بعمل الخط المستقيم بالقلم، نرفع القلم ونضع نقطة على بداية السطر، نقطة على بداية السطر، نقطة على بداية السطر. نقوم بعمل خط مائل، خط مائل، خط مائل، ونكمل أيضا بخط مائل، بخط مائل، وبخط مائل، ثم نقوم بعمل خط مستقيم على السطر، خط مستقيم على السطر، خط مستقيم على السطر.
إك بوسط الكلمة، إك بوسط الكلمة، إك بوسط الكلمة، إك بوسط الكلمة. نأتي الآن إلى إك بآخر الكلمة. نصل النقطة الأولى بالنقطة الثانية بشكل مستقيم. نصل النقطة الأولى بالنقطة الثانية بشكل مستقيم. نصل النقطة الأولى بالنقطة الثانية بشكل مستقيم. ثم نعمل خط على السطر ونقوم بلفه قليلا. نعمل خط على السطر ونلفه قليلا. نعمل خط على السطر ونلفه قليلا. ونضع داخل الحرف همزة صغيرة. ونضع داخل الحرف همزة صغيرة. ونضع داخل الحرف همزة صغيرة. قمنا بكتابة إك بأول الكلمة، وإك بوسط الكلمة، وإك بآخر الكلمة. وشكرا لكم.